القضاء المصري يبدأ استجواب الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة آخرين من جماعة الإخوان المسلمين في عدد من الاتهامات، وأنصار مرسي ومعارضوه يدعون للتظاهر. رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي يعلن عن تقدم في مشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية، والبردع يؤدي اليمين القانونية نائبا للرئيس المؤقت للعلاقات الخارجية. الجيش السوري يعثر على مصنع لتصنيع وتخزين المواد الكيماوية السامة في حي جوبر بريف دمشق، ويضبط عشرات القذائف المفرغة والمعدة لشحنها بمواد كيماوية. جماعة طالبان الباكستانية تعلن أنها أقامت معسكرات في سوريا ودفعت بمئات المسلحين للقتال، واشتباكات بين عناصر ما يسمى بالجيش الحر ومسلحين مرتبطين بالقاعدة شمالية إدلب. النظام البحريني يحذر من المشاركة في حركة تمرد في الرابع عشر من الشهر المقبل، وغليان في الشارع عقب الاعتداء على النساء المعتقلات وتعريضهن للتعذيب والإهانة. الحكومة الأفغانية تحذر من بدء أي مفاوضات سلام مع جماعة طالبان لتكون تحت قيادة كابول، وتؤكد أن أي مفاوضات يجب أن تكون عبر المجلس الأعلى للسلام الأفغاني.